يعني نبدا في تحيه الى الاحرار والابرار في كل ملقى ودار قاهرون الاشرار اليوم يعني عندنا حلقه جدا مهمه يعني سابدا في شق اول وهو الشك في الواقعيه الاخلاقيه والواقعيه الاخلاقيه معناتها المورال رياليزم انا نفس انا شخصيا يعني مورال انتيرياليست وبعدين بحكي بفلسفه جي الماكي اللي هو كمان مورال انتيرياليست فان شاء الله تكون ممتعه ولكن حلقة مهم يعني هامة جدا وللأسف القليل ما يعني يتحدث بالميتا أثكس بيتشارعوا بالأثكس يعني وإذا حكوا بالميتا أثكس بيطلعوا لك بفيديو أيها الملحد هل تنكحوا أختك يعني فهذا شوي أرقى يعني هلا رأبكن الرقبة تبعكم شوي بتنطعج قليلا لأنه كل السلايد أنا عاملها هيك لأنه هو موضوع سكوت يعني موضوع يعني هيك كيف اذا اذا صار عندكم روماتيزم او وجعتكم رقبتكم يعني هذا ليس مسؤوليتي يعني من بدايه الحلقه طيب فأو قبل ما نفوت بجي ال ماكي وبالمواضيع الثانيه اول شيء يعني مهم نعرف انواع القواعد الاخلاقيه يعني the kinds or types of moral norms فهو حتى جي ال ماكي يعني بيعتمد على التصنيف العطيء ريتشارد جويس كتاب اسمه ذا ميث اوف موراليتي ريتشارد جويس كمان عنده حجج ضد الموراليتي والاخلاق لكن انا ب يعني هالبرزنتيشن مش حق مش رح اقدمهم يعني عنده وحده من مثلا من منظور التطور البيولوجي وغيرها انا يعني ساخذ فقط التصنيف لانه هو بهمنا لهذه الحلقه. اه سوري طيب فهو اخونا ريتشارد جويس بيحط القواعد الأخلاقية لثلاث أنواع بيقول إيه لك عندك قواعد حتمية موضوعية كونية أو الـ Categorical Objective Norms. مثال على هذا أنه يجب أن لا تسرق قطعياً يعني بغض النظر عن الظروف وبغض النظر عن أي شيء يعني هي تنطبق على كل البشر كقاعدة إذا كانت موجودة أو لا مسألة أخرى بس اذا كان في هيك قاعده كونيه فتكون كاتيجوريكال نورم فعندك قواعد شرطيه هايبوثيتيكال نورمز او كونديشنال نورم يعني انا بحكيلك ظهرك لا انت لي ظهرك يعني شيء مقابل شيء انا بشرب مي لاني عطشان نفس هذا النوع فعندك قواعد مؤسساتيه وهون قواعد مؤسساتيه شوي الديفينيشن تبعها يعني عن جاي ماكي وريتشارد جويس واسع يعني مثلا بالشغل انا ممنوع ابو لبنان يغازل وحده بنت عم تشتغل معي بمؤسسه الشغل هذا شيء بشوفوه عدم اخلاقي لكن كمان institutional نورم فيها تكون حسب جاي ماكي بالشطرنج قواعد الشطرنج يعني انا ما فيني اكمش لحصان مثلا ونط عليه لاخر البورد يعني في قواعد انا بتبعها فبالمؤسسات فيها تكون مثلا المؤسسه هي تشيس كلوب نحن بنلعب شطرنج وبهي المؤسسه عندنا في قوانين محدده فقواعد المؤسساتيه هي شوي واسعه اما هذه التصنيفات ما انها يعني في شيء يكون هايبوثيتيكال ويكون انستتيوشنال يكون شرطي ويكون مؤسساتي وهي لا وهي لا تقتصر على كل انواع القواعد الاخلاقيه لكن هي ثلاث انواع مهمه يعني انا ساتطرق اليها حتى حديثي مع حديثي عن جيل ماكي لانه هو كمان بيتطرق يتطرق الها فخلينا ننتقل فما هي وقائع الاخلاق هي فعلا هي الكاتيجوريكال نورمز يعني هي قواعد اخلاقيه عليك ان تتقيد بها في استقلال تام عن رغباتك ومصالحك الشخصيه ونتائج افعالك يعني انا السرقة فعل غير أخلاقي يعني أنا كأبو لبنان إذا فيني أسرق لطعمي واحد فقير أنا ما بسرق تبتلي ما هذا واحد فقير أنت عم تسرق للغيف الخبز من واحد غني لتعطي واحد فقير بس المورال فاكس هي تنطبق على كل البشر وهي حتمية فإذا أنت فعلا يعني مؤمن بأخلاق إلهية ثابتة أو حتى يعني بلا إله عندك روبست مورال رياليزم انه في قواعد اخلاقيه عليك ان تتقيد فيها في كل الظروف ففعليا يعني انت تؤمن في وقائع اخلاق يعني فعليا انت بهمنا بالنقاش معك هم القواعد الحتميه مش الشرطيه والمؤسساتيه يعني يعني مش قواعد بالكنيسه مثلا ممنوع تحكي بالكنيسه مثلا هي قواعد مؤسساتيه تعتمد على مؤسسه بشريه مش قواعد شرطيه يعني انا بعمل منيح لهداك يعمل معي منيح لا أنت بالمورال فاكس تعمل الخير فقط من اجل الخير مش من اجل اي سبب ثاني يعني الخير يعني لاجل الخير اما بالشرطيه الخير لاجل مصلحه ما وبالمؤسساتيه الخير لاننا لان هناك مؤسسه بشريه هي تقر على هذه القوانين يعني انا عم بلعب باسكت ما فيني مثلا شوط الطابه بأجري او ما فيني احمل الطابه من دون دريبل واركض فيها على السله هاي قواعد داخل المؤسسه اللي هي اذا بدكم فرق الباسكت او لعبه الباسكت الام ففي قواعد محدده يعني نحن لاكثر شيء بيهمنا هم قواعد الحتميه لانه هي الوقائع الاخلاق واذا انت عندك مورال رياليزم روبست مورال يعني مورال رياليزم حاد وفعلي مش لين فانت يجب ان تتبع يجب ان تؤمن بوجود وقائع اخلاقيه لانه هي مورال رياليزم هي الواقعيه الاخلاقيه طيب هلا من منظور الديني في تناقض كبير ونوعا ما هذا التناقض بسبب هذه الاديان عملنا فعلا شك نحن يعني كقراء بالوقائع الاخلاقيه لا طيب لانه بقصه ادم وحواء اكلوا فاكهه بيقولوا ناس تفاحه صاروا يعرفوا الخير من الشر طيب بعدين بينزلوا لوح وصايا بايام موسى بيقول لك لا تفعل هذا ولا تفعل هذا ولا تفعل هذا ما طيب كيف ما اذا انت فعليا عندك بالفطره او عندك القدره تعرف الخير من الشر كان لازم يقول لك موسى اتبع هذه الفطرة اتبع هذه البوصة الأخلاقية الذي وجدناها فيكم وخلص بلا هالعشر وصايا يعمل وصية وحدة صح أو لا لكن فعليا الدين وفعليا أثبتت يعني لوحة موسى مع أنه موسى أكيد شخصية خرافية وحادثة الجبل يعني خيال يعني بس إذا أخذنا هذه الحادثة بجدية توضح ان الاديان ما بيعرفوا شو هو الخير وما بيعرفوا شو هو الشر وما بيعرفوا شو وراء الخير وشو وراء الشر فهني فقط بيقولوا لا تفعل هكذا ولا تفعل هكذا لكن اذا فعلا عندهم اتصال مع البوصله ما كانوا اضطروا حتى لذكر هذا الشيء كل انسان بيقعد هيك بيفكر بيعرف ما هو اخلاقي وما هو غير اخلاقي مثل فيلم توم كروز اللي بياكل فيه بيتزا بصير عنده وعي اخلاقي وبيتغير سياق الفيلم كله فانت بتقعد مع حالك يصبح لديك وعي اخلاقي تام لا تحتاج الى كتب ووصايا وكل هذا لا طيب فخلينا نفوت اكثر في الحجه من تناقض مفهوم وقائع الاخلاق وهيدي موجوده بالميتا اثكس بسموها المورالتي اكس واي ارجمنت هلا هي شوي صعبه شرحها فأنا سأحاول أن أبسط الأمور يعني قدر الإمكان، تصوروا معي أنه هناك شيء يجمع كل الوقائع الأخلاقية، يعني مثلا تساعد امرأة عجوز وهي تقطع الشارع، مثلا تساعد قطة عالقة على رأس الشجرة، ها كلهم أعمال خيرة كونية قطعية. يعني بغض النظر عن الظروف والاشياء الشرطيه والظرفيه. طيب السؤال اذا هودي كلهم قواعد مختلفه، طيب ما ما هو وجه الشبه بينهم؟ انت تقول عنهم انهم فيهم مورال بروبرتي، فيهم حافز للخير. طيب انا ساعطيك مثل تجريدي. اعتبر انت لما تقوم في عمل خير وخير بشكل مطلق، انت لونك جسدك بيتغير للون معين خلينا نقول بيتغير للون ازرق بس ازرق لا تراه العين يعني لون اسمه بلو برايم كل ما تعمل عمل خير وكل ما عملت عمل شرير بيتغير لون جسمك للون احمر او رد برايم اذا فعلا في هالبروبرتي مع انه هي بروبرتي بصريه بس هي الوجه الشبح راح يكون مورال بروبرتي بروبرتي اخلاقيه تفصيل اخلاقي اعتبروا انتم انه في شيء حادثه بصريه بتصير طب ساعتها هذه الحادثه البصريه او هذه القاعده البصريه انه انا بتغير لوني لصير بصير جسمي لونه ازرق لما اقوم في فعل خير هيدي القاعده بتصير هي القاعده الكونيه فما بيعود انت لك حاجه للقواعد الاخلاقيه الاخرى مثل انه تساعد انه ساعد القطه العلقانه على الشجره او اعطي خبز للفقراء ما بيصيروا هو ببطلوا قواعد كونيه حتميه بيصيروا استنتاجات من قاعده وحده معادله فيزيائيه دقيقه هو لون الازرق فعلا هي بتحدد لي ما هو الخير وما هو الشر ونفس الشيء بالمورالتي اذا فعلا في وجه شبه او مورال بروبرتي صفه اخلاقيه لافعال الخير هذه الصفه تصبح هي القاعده الوحيده للبروبرتي ذات يعني اعتبروا 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 عندكم اكس هي انه ساعد امراه عجوز تقطع الشارع عندكم بروبرتي اكس اعطي خبز للفقراء بروبرتي واي اعطي خبز للفقراء اكس واي الزد بتكون هي اللون الازرق يعني انا لما اعطي خبز للفقراء بصير لوني ازرق وانا لما ساعد امراه عجوز بصير لوني ازرق فالمعادله الكونيه والقاعده الوحيده هي فعليا لمعرفه الشر والخير هو اللون الازرق. الازرق برايم الذي لا تراه العين. طيب فهي مشكله. كيف انت بتحكيني في خير محدد وشر محدد وما وبتعطيني قواعد حتميه غير مرتبطه ببعضها. اذا كانت مرتبطه فما يربطها الجلو يعني هذا التلزيق الذي يجمعها سويا هو يصبح القاعده الوحيده فمعنى هذا ان هذه القواعد فعليا ليست قواعد. هي استنتاجات واذا لم يكن في هذا الجلو او الكوهيسيف او ما يجمعهم كلهم اذا كانت فعليا اوامر مختلفه مثل ديفاين كوماند ثيري يعني انه اله قال لك, قال لك هذا خير وهذا شر من دون اي تفسير ما ورائي لهذا متى أذكر ما وراء الاخلاق اذا فعلا هذا الامر صحيح طيب حدد لي فعلا ليش بروبرتي ليش اكس إنه ساعد امراة عجوز في قطع الشارع هو أمر خير، وليش بروبرتي واي ساعد قطة على شجرة هو أمر خير؟ إذا فعلا ما في وجه شبه بيناتهم هم فقط أوامر. فهيدي مشكلة اونتولوجية في افتراض إنه في وقائع أخلاق كونية. لأنه يعني فعلا لازم يكون في واقعة وحدة تدلك حتميا على الخير يعني قاعدة رياضية أو قاعدة فيزيائية فعلا تحدد فانت بتجيب كل هذه الافعال بتغربلها بغربال بيطلع معك ما هو خير وما هو ما شرير يعني انت بيكون عندك اتصال بالاله بالعالم الروحاني بيخليك تحدد كل ما هو خير وكل ما هو شرير من دون ان تلتقط تعاليم معينه ويمكن تعاليم بشريه تقول عنها انت انها قواعد اخلاقيه وكونيه فهيدا اختصار شديد للمورالتي اكس واي ارجيومنت يعني هي في اكثر من هيك بس اعتقد يعني هيدا الطريقة الأبسط لشرحها هلا شو الرد عليها؟ انه نحن المهم نعطي شغله وحتى نحط الانتقاد والرد عليها، صح؟ طيب. فبيقول لك في ناس بيقولوا لك نحن بالابستيمولوجيا، نحن يعني بفلسفه المعرفه نعرف الاشياء المعقده عبر الاشياء الصغيره الموجوده فيها. يعني نحن بنشوف ديناصور روبوتي معقد بنفكفكه برغي برغي بنشوف وبنشرحه بالاعضاء الموجوده فيه بالموتير اللي فيه، بالبطاريه اللي فيه، بالحديد اللي فيه. اما الخير والشر هن والذكاء مثلا افكار جدا بسيطه لكثره بساطتها لا يعجز العقل البشري ان يفسرها تماما هاي الارجيومنت فروم simplicity اللي هي بوجه الموراليتي اكس واي فلهيك نحن نتحدث في اعمال خيره مثل انه ساعد العجوز ونقول عنها انه قانون حتمي بس هي فعلا ليست قانون حتمي فعلا في خير لكن هو في مفهوم للخير ومعادله دقيقه لكن هي بسيطه جدا فنحن لا نستطيع ان نبينها او نحط اصبع عليها وإذا بتلاحظوا يعني آه الاختلاف الشديد بين المورال المور رياليزم والمورال انتي رياليزم إنه المورال انتي رياليز بيقول لك إنه طيب أنا هذه القاعدة الأخلاقية الكونية ما فيني أحط إصبع عليها مزبوط ما فيني أشوفها بالميكروسكوب ما فيني أختبرها فعلا فكيف تكون موجودة فهذا أحد الردود أنا أراه رد فاشل لأنه هيدا ما بيعطيك روبست مورال رياليزم يعني ما بيعطيك فعلياً آه قواعد اخلاقيه صلبه جدا وحاده لا هذا لين بيقول لك انه في خير بس هو بسيط جدا فنحن نعلله في امور اخرى مع انه هي فعليا ليست قواعد اخلاقيه طيب هذا الشق الاول طيب من البرزنتيشن من المقدمه طيب خلينا ناخذ نحن هلا جاي الماكي جاي الماكي هو مورال انتريليس هو لا يعتقد بوجود الوقائع الأخلاقية آه يعني هو ببلش حتى كتابه بيقول لك categorical norms القواعد الحتمية الكونية الموضوعية غير موجودة إطلاقا آه لكن حججه دائما في ناس آه ما بيفهموها مزبوط حججه هي نوعا ما استقرائية يعني هو ما بيحكي بحتميات عم بيحكيك على الأرجح أن يكون الواقع الأخلاقي هكذا وهكذا وهكذا فكتابه اللي بهمنا لهذه البرزنتيشن هو كتاب Ethics Inventing Right and Wrong كتاب جدا مهم بيقول في انه ليس هناك وقائع اخلاقيه moral facts وليس هناك categorical norms قواعد اخلاقيه حتميه وبيقول لك انه من الخطا المنطقي يعني او الفلسفي القول ان هذا فعل شرير وهذا فعل خير اي اي راي بتعطيه انت في اي فعل على انه اخلاقي او غير اخلاقي تقع انت بهذا بالخطا. فلهيك النظريه تبعه اسمها يعني اي مورال جادجمنت اي حكم اخلاقي هو خاطئ. يعني على سبيل المثال ما فيك تقول عن القتل فعل شرير وما فيك تقول عنه فعل خير. لانه يعني هذا الوصف فلسفيا غير دقيق. ما في وقائع اخلاقيه فما في فعلا شر وما في فعلا خير. وما فيك تقول عن مساعدة الفقراء أنه هذا فعل خير وما فيك تقول عنه هذا فعل شرير يعني حتى برأيه لا يجوز أن تتحدث في الخير والشر فهو صراحة لو وصل لهذا الاستنتاج النوع ما راديكالي بيعطي قواعد استقرائية فبيقول لك أن على الأرجح أن المجتمعات نفسها هي من تحدد الأخلاق حسب تجاربها التاريخية المختلفة اسمها الحجة من النسبية الأخلاقية وبالإنجليزي اسمها argument فروم هو بيعطي اه على هذا الشيء. إكزامبل على هالشيء أنا بعتقد إكزامبل مش كثير قوي بس هو الإكزامبل اللي بيعطيه لك خذ معي تعدد الزوجات في بعض المجتمعات ترى هذا فعل غير أخلاقي ومشين مثلا بالمجتمع اعتبر الكندي تعدد الزوجات بشوفوه تخلف وبشوفوه رجعيه واضطهاد للمرأه وكل هذا. أما في المجتمعات الإسلاميه بشوفوه أمر عادي وحتى أمر مرحب فيه. فهو بيقول من واجهه استقرائيه أي يعني أيهما الأرجح؟ أن أن في الغرب فعلاً توصلوا إلى أخلاق كونيه حتميه ثابته. وعرق وكشفوا هذا السر العظيم او انه المجتمع الف والمجتمع باء عندهم تجارب تاريخيه مختلفه فيعني كلاهم عنده استنتاج مختلف في هذا الامر فلهذا الاخلاق هي نسبيه بينهما هذا عنده ما يحمده وهذا عنده ما يحمده فاكيد احد الردود على هذا بيقول لك طيب شو عن الجريمه والقتل مع القتل في الدم البارد هو امر وحش يعني وامر مقزز وحقير وامر غير اخلاقي في كل المجتمعات تقريبا كانوا عنده صفه عالميه هلا هو شو بيرجع الماكي بيقول لك الجرائم البشعه بتكون عندها تجارب بشعه مشتركه على هذه الشعوب فلهذه فهذه الشعوب تكرهها بسبب هذا لكن انا راح اعطي مثال افضل اعتقد من مثال جيل ماكي مثلا الاغتصاب ايام الكهوف وايام ما كنا نحن البشر قبائل الاغتصاب كان تقريبا شيء عادي كان هو الزواج يعني انت رجل الكهف بشوف امراه يغتصبها وما بشوف حاله عمل شيء غلط اما بمجتمعاتنا اليوم نحن نرى ان هذا الشيء يعني جريمه كبيره كمان مش جريمه صغيره اغتصاب جريمه جريمه فمعنى هذا انه في نسبيه اخلاقيه كانه كانما كانما نحن اليوم عندنا تفكير اخلاقي ما كان موجود عند رجل الكهف طيب اذا رجل الكهف عقله متصل في في الخير المطلق الاوجد الله كان عليه أن يعلم بالفطرة أن الاغتصاب فعل مشين لكن هو لم يعرف حسب يعني استقرائيا حسب الدراسات التاريخية والأنثروبولوجيا فعلى الأرجح أنه نحن عقولنا مش متصلة بعالم أخلاقي بيقول لك شو الخير وشو الشر فعليا نحن ما أكلنا هالتفاحة يعني تبع آدم وحواء وإلا كلك وإلا كان رجل الكهف عرفه منذ يعني بداياته الوضيعه ان فعلا الاغتصاب فعل خاطئ فهي حجه استقرائيه ما هو المرجح اذا انت بتطلع على كل اخلاق الشعوب المختلفه في العالم على تطوراتها يعني المختلفه التاريخيه بتشوف سيرس دا جريت وبتشوف غيره بتشوف مثلا ملوك اليهود والملوك في افريقيا وما بعرف شو بتشوف المجتمعات عبر التاريخ، هل تصل أنت حسب البايزي حسب يعني الاحتمال المنطقي أياهم أرجح أنه في فعلا أخلاق كونية وهذه الشعوب عندها اتصال ما في هذه الأخلاق أو الأرجح أن كل شعب قام في صنع الأخلاق و... واعتقد أنها كونية لمصالحه الشخصية الظرفية يعني المتعلقه في الظروف وفي يعني الهايبوثيتيكال نورمز فعليا لم يكونوا كاتيجوريكال نورمز حتميات كانوا انه انا اذا ارضى في الاغتصاب الغير يعني مثلا قبيله تربح قبيله بجنوب امريكا ايام الهنود الحمر وتغتصب كل نسائهم لما صرنا نحن مجتمع متحضر راينا لا هذا يعرض بناتي انا ونسائي للاغتصاب فانا صرت ضد الاغتصاب للجميع فهي يعني الargument from relativity بهذا الشكل طيب طيب عندك الargument from queerness تبع جي ماكي وهي الحجه من غرابه مفهوم الوقائع الاخلاقيه شو بيقول لك؟ اذا كان هناك وقائع اخلاقيه ستكون جدا غريبا على العقل ستكون جدا غريبة على العقل البشري وسوف نشعر بها ونقوم في الخير لأجل الخير وليس للظروف ونتائج هذه الأفعال يعني مثل ما أنا قلت قبل تأكل بيتزا بتضح عليك لا أنا ما كان لازم أنصب على المرة اللي تعرفت عليها على الإنترنت وأنا في أوكرانيا مثلا لا هذا فعل مشين فأنا رح رجع لها مصرياتها لهالمرة بيلعب عند الضمير أجي الماكي بيقول لك على الأرجح مش موجود في ضمير على الأرجح أنت بتقول هذا الكلام ليه؟ لأنه أنت بتخاف تنحط بالحبس أو بتخاف تطلع هذه المرة على الإنترنت وتقول هذا آه النصاب الأحول آه أخذ مني مصاري وعمل وعملوا سوا فهو بيقول إذا فعلا في عنا اتصال قوي آه مع وقائع اخلاقيه كونيه نحن ندركها في حواسنا فنحن فعلا يعني تربيتنا للاطفال ونحن فعلا اذا بدكم يعني تفكيرنا في المواضيع الاخلاقيه سيكون جدا مختلف يعني انت اذا ولدك سرق بالمدرسه قلم رصاص بتقول له للولد راجع عقلك ونفسك بتشوف أنه هذا فعل غير أخلاقي ليش أخذت القلم أيها الولد مثلا لكن أنت ما بتقول هيك أنت بتقوله للولد إذا أنت بتسرق المس بتعابك المعلمة الأستاذي بتعابك إذا أنت بتسرق أنا وبيك ما إذا أنت بتسرق يعني أنت المجتمع كله راح يكرهك وما يحبك أنت عم تعطيه أسباب ظرفية تخصه في مجتمعه في حياته اليومية ليتعلم أن الشر هو خاطئ مش ما بتقول للولد راجع عقلاتك ونفسك تجد في ذاتك فعل الخير وفعل الشر فعلى الارجح ليس هناك وقائع اخلاقيه او اتصال قوي بها او فطره اخلاقيه على الارجح تتعلم انت الاخلاق بسبب العواقب فهيدي الارجمنت فروم كويرنس مثل على هذا كمان يناقش كثير بالفلسفه اعتبره انا تجلس امامي فتاة جميلة جدا شقراء وعيونها زرق و... وانا انسان يعني متخلف اعيش في الصحراء العربية فشفتها وأية من الجمال لنفترض يعني. انه انا فيني اغتصبها لكن في عالم موازي مثل عوالم خلود لأنسة خلود عالم موازي انا بغتصبها وبعمل شو ما بدي فيها بس بعالم موازي وبعدين انا بسكر على هذا العالم وبكون انا بهذا العالم الواقعي فعليا ما اكتسبتها فما الحقت فيها اي ضرر فهل يكون هذا فعل شرير او خير؟ اذا هو اذا يبقى فعل شرير مع انه ما في اي مضاعفات للامراه ف يكون فعل غير شرير، انا ما لم اذيها بشيء، يعني كل الذي حدث كان في عالم موازي. فاما اذا كان فعلا في وقائع اخلاقيه فبيكون فعل شرير ولو حتى لم يعني لو, لو حتى آه لم يكن له اضرار على عالمي هذا. كان كله افتراض وبال يعني بعالم موازي انتهى ولم يعد موجود. وحتى الذي تعرضت للاغتصاب للاغتصاب ليست هي الذي الفتاه امامي لكن فتاه هي نفسها لكن في عالم موازي هذا تناقش كثيرا آه، الارجح هو انه, أنه انت آه، لا تثبت هذه الحجه او تضحط هذه الحجه انت تشوف فعليا حسب البايزيان بروبابيلتي هل البشر فعلا يحتكموا لعقولهم وضمائرهم ويعرفون الخير من الشر هذا يرجح اذا انه في فعلا قواعد كونيه حتميه او وقائع اخلاق moral facts بس اذا هن فعليا لا هن بيدرسوا الظروف والوقائع تجارب الحياه والعقوبات فهني لا هن عم بياخذوا الخير والشر من التجربه من العالم المحيط بهم وليس من عالم خارجي مثلا طيب هلا بتقلي هلا قبل ما ارد على جيل ماكين اختصر الردود على ال two arguments the argument from relativity and the from queerness معقول يجيني واحد مسلم بيقول طيب اذا اذا انت يا ابو لبنان وجي, يا جائل الماكي عم بتقولوا انه ما في فعل خير وما في فعل شرير حتى الحديث في moral judgments هو حديث جد, جدا خاطئ من اساسه يعني انت يا ابو لبنان تحلل الرذيله وتحلل الانحطاط والانحلال الاخلاقي وهل تنكح اختك يا ايها الملحد؟ بيطلع لك طه الإدفاوي والشيخ قليقلة و... طيب لكن فعلا هذا ليس نتيجه لما ذكرته لانه ما انت فيك تكون تتبع error theory وانا شخصيا اتبع error theory مع انه اتبع اكستندد form لانه باسل كان عنده نقد لها انا قبلته يعني فهي يعني عندي انا error theory محسنه لكن انا بتبع القواعد الشرطيه والمؤسساتيه بنجح عليها يعني انا فيني اكون انسان يعني متحضر واتبع الهايبوثيتيكال نورمز يعني فيني انا اعمل خير من شان المصلحه البشريه لظرف ما او لغايه ما فيني انا كون خير institutional نورم انا بحترم المؤسسه اللي انا فيها انا بحترم قوانين البلاد الذي انا فيها ف أنا ألحق هذه القوانين بقوانين البلاد اللي أنا فيها مثلا ما فيك أنت تقوم في الانسست مثلا أو ما فيك تنام مع الحيوانات فأنا أحترم هذا الشيء أو أنا هايبوثتيكلي ما بنام أحسن من وراء الأمراض بكون في سبب ظرفي ما ضروري يكون في كاتيجوريكال نورم حتمي محتم مطبوع في الغيوم يعني ألتحق فيه أو عالم مثلا أفلاطوني في خير مطلق وشر مطلق ففلسفيا يعني انا مش ضروري يصير مجرم في كتير فلاسفه مهمين هم error منهم عريف احمد المحاضر في كامبريدج فهل فكرة هذا السبري سلوب المغالطه المنطقيه انه كل واحد ما يؤمن انه الله هو مرجعيه الاخلاق او في اخلاق ثابته منحوطه بالصخر يعني هو انسان سافل وحقير وتافه هذا خطا كل ملحد عنده نظام اخلاقي عندك ملحدين بيحكوا بالجريتر جود الخير يعني اذا تكون الخير بالمجتمع يعني يعمل بيقوموا في افعال خيره من اجل المجتمع الكبير في ناس بيؤمنوا انه انا بعمل خير من اجل نفسي او من اجل يصير عندي سعاده بالمجتمع اللي انا فيه في عده نظريات اخلاق الاير هي بتركز على القواعد الشرطيه والمؤسساتيه، الانستتوشن hypothetical norms كاخلاق، اما الكاتيجوريكال نورمز بتشوف انه فلسفيا صعب وجودهم. وما فينا نحط ايدنا على القاعده الاخلاقيه الكونيه الذي تجمعهم حسب المورالتي اكس واي argument. فمعناتها يعني هي افتراضات خاطئه. فانا الحق ما اعرف من قواعد اخلاقيه فيني ادرسها وفيني أحللها. أما الأشياء الهاري بوتر والسحر و... ولا تقتل مكتوبة بالسماء عند الله ولهيك لازم نلتحق فيها، منطقياً أراها شيء صعب أن يكون فعلاً موجود. بس هذا لا يجعلني مجرم ولا يجعلني سفاح وإرهابي يعني. وما في ايرثيريست فجر نفسه يعني. أو عمل عمل إجرامي من وراء ثير يعني. لا هو آه إذا بدكم شك منطقي، مورو سكبتسيزم محترم بيقول لك طب شو في وراء الاخلاق؟ شو هي الاسس المنطقيه لماذا لما هو وراء الاخلاق؟ يعني هو نقاش في الميتا طيب. اما الردود على جاي ماكي انا ذكرتها. لكن في رد يبقى انه اذا بتفكر فيها مضبوط فلسفه جاي ماكي بترد لك على الروبست مورال رياليزم. يعني بترد على المورال رياليزم الواقعيه الاخلاقيه الصلبه جدا الموجودة عند المؤمنين اللي بيأمنوا بالديفاين كوماند ثيوري أو هيك شيء لكن فيك أنت يكون عندك تعريف للخير يكون أوبجكتيف يكون موضوعي لكن ما يكون في وقاعة أخلاقية صلبة فهي فعليا تفشل في أن ترد على هؤلاء اللي بيكونوا نون روبست مورال ريالست يعني بيكون عندهم واقعية أخلاقية لكن ما بيكونوا آه قايلين انه هي محدده بالكون بشكل جدا واضح ودقيق. هي اولا ثانيا في المؤمن يرد على جي الماكي بالبايزيان بروبابيليتي وفي الملحد كمان المؤمن في له الماكي لا انا طلعت على المجتمعات المختلفه رايت فيها كثير من الخير وقليل من الشر فهذا من يعني من النسبيه المنطقيه من الاحتماليه المنطقيه يبدو أنه يرجح أنه فعلا في واقعية أخلاقية هذا أحد الردود فيك أنت تقول له فيك أنت بعدين ترد عليه للمؤمن في مصادر هذه الأخلاق يعني فيك تقول له لا الأخلاق بدأت لأنه في شخص يطلع بالقبيلة يتنمر على البقية فاجتمعوا البقية عليه لهذا المتنمر وهذا صار عندنا على مستوى السوشيال أنيمالز على الحيوانات الاجتماعية نوعا من سيستم أخلاقي تطور مع تطور المجتمعات والحضارات مثلا الملحد في رد عليه لجي الماكي انه طيب وهذا رد باسل انه الانستيتيوشنال نورمز انا بكندا ببلدي لا تقتصر على كل التجربه البشريه والهايبوثيتيكال نورمز تحدها حياتي انا الشخصيه وتجربها القليله يمكن لا تلخص الواقع الاخلاقي فالافضل اخذ تجارب كل المجتمعات المتحضره وتبيان يعني ما هو فعلا الارجح ان يكون هو الفعل الخير بهذا الاطار مش خير مطلق لكن خير نسبي للمجتمعات الاخرى وما هو يكون الشر النسبي حسب المجتمعات الاخرى يمكن هاي بتعطيني منظور اخلاقي افضل من ما انا حد حالي بس بالانستتيوشنال والهايبوثيتيكال نورمز الشخصية تبعك مثلا هذا أحد الردود فأنا يعني ما رح طول يعني أعتقد النقاش واضح فرح أسألكم رأيكم أنتم يعني أنا شخصيا error بس أنا يعني بدي أشوف أصدقائنا المؤمنين والملحدين اللي منهم error يعني اللي فعليا بيأمنوا في objective morality حتى ما بيأمنوا في subjective morality كان هناك أخلاقية موضوعية كونية فهل هل تعتقدون في وجود حتمية أخلاقية وتتقيدون بها بغض النظر عن رغباتكم ومصالحكم البشرية ونتائج أفعالكم على البشر يعني أنت إذا فعلا فيك تسرق مبلغ قيم تبر مليون دولار وما تنكمش يعني مية بالمية ما راح تنكمش هل تأخذ المليون دولار أو هل أخلاقك بيقولوا لك لا ما ياخذ المليون دولار لانه في واقعيه اخلاقيه وفي مورال فاكتس وقائع اخلاق صلبه وحاده وصارمه انا لا اتجاوزها فهذا السؤال يعني للمشاهدين فباختصار تام يعني اهم ما في هذه المقدمه برايي هي المورتي اكس واي ارجيومنت لانه هي تنقد ماهيه الوقائع الاخلاق انتولوجيا هل هي فعلا فيها تكون موجوده ومبعثره وغير مرتبطه وإذا كانت مرتبطة ألا يعني هذا أن ارتباطها ووجه الشبه هو فعلا القاعدة الأخلاقية أما هي يعني تجذرات هي ليست فعلا قواعد حتمية وكونية هي أولا, أولا رجعنا دخلنا في الرد عليها اللي هو مهم الارجمنت فروم simplicity رجعنا فتنا بفلسفه جي ماكي والتو arguments تبعوا الحجج الاساسيتين هم حجه النسبيه الاخلاقيه argument from relativity moral relativity أو relativism وعندكم argument from queerness الحجة من الغرابة هل فعلا أنا كإنسان عندي تواصل مع قواعد أخلاقية كونية أشعر بها في داخل نفسي أو هل هذا مجرد وهم هل فعلا أنا أستقي هذه الأخلاق من المجتمع واطبقها فيعني ساترك هذا السؤال للجمهور يعني وهذا كل ما عندي مستيق طيب تحياتي لك في سؤال تسمعني ابو لبنان ايه اذا في حدا عنده اسئله طبعا بيقدر يحط على الشات ما ما ننسى المداخلات لانه يعني. بس لافتح اه بس لافتح اليوتيوب بيز عمول للسكرين شير سكرين